أسعد الله صباحكم مشاهدينا الكرام في عدد جديد من حصتكم اليومية قهوة جورنال، واللي راح نطرقوا من خلالها إلى أهم ما جاءت به الصحافة الوطنية لنهار اليوم، بالإضافة إلى فقرات البرنامج وضيف الحصة كالعادة. خلونا نبدأ بما جاءت به جريدة نهار في صفحتها الأولى، وين قالت قصة عقيد مزيف يصنع الأوسمة العسكرية ويعمل في الدياراس، وين كشفت جلسة محاكمة الكولونيل المزيف الذي نصب على العشرات من الضحايا عن حقائق مثيرة وخطيرة، خاصة بعد اعترافه بتكليف أشخاص من منطقة بتصنيع أوسمة وشارات الرتب العسكرية من ملازم إلى غاية رتبة عقيد في إحدى الورشات، وذلك في إحدى الورشات السرية. إلى عنوان آخر بجريدة نهار تقول مرضى السكري من دون شرائح قياس نسبة السكر، وين قال رئيس النقابة الوطنية الجزائرية للصيادلة الخواص بالعميري مسعود أن الأشخاص المصابين بمرض السكري يعانون نقصا حادا في شرائح قياس نسبة السكر، في حين تبقى كميات كبيرة من الشرائح محجوزة من طرف مصالح الجمارك بالميناء. إلى عنوان آخر بجريدة نهار تقول أكثر من 10 ولايات منتدبة جديدة بالهضاب العليا بعد الانتخابات، ويكشف وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي عن مشروع جديد لرفع عدد الولايات المنتدبة لأزيد من 10 ولايات، سيشرع في نفس تقسيمها مباشرة عقب الانتهاء من الانتخابات التشريعية المزمع إجراؤها في الرابع من شهر ماي القادم. سأحقق في خزينة الفاف لمعرفة مصير أموال سبونسور، هكذا تعهد وزير الشباب والرياضة الهادي والدعلي، وذلك بالتدخل والتحقيق في كافة الودائع المالية الخاصة بالأندية الرياضية والفيدراليات المتتابعة عن طريق تمويل المؤسسات أو ما يعرف بسبونسور لمعرفة وجهتها وطريقة صرفها. إلى شروق اليوم تقول تقليص عطل التلاميذ والأساتذة والدخول المدرسي في أود، وين حدث وزير التربية الوطنية نورية بن غبريط تاريخ 27 أود المقبل للدخول المدرسي المقبل 2017-2018 مع الإبقاء على عطلة الخريف لمدة 4 أيام، والتقليص في باقي العطل إلى أسبوع بالنسبة إلى عطلتي الشتاء والخريف، وشهر واحد بالنسبة إلى عطلة الصيف. إلى الخبر تقول الزوالي يختنق أين شهدت مختلف الأسواق ارتفاعا محسوسا في أسعار الخضر والفواكه هذه الأيام، حيث سجلت زيادات قياسية على الرغم من الإجراءات التي باشرتها وزارة الفلاحة والتجارة لتوجيه ضربات للمضاربين بالأسعار. إلى وقت الجزائر تقول الجزائر تخسر خمس ملايير دينار سنويا بسبب العطل المرضية، وإن أصدر وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي محمد الغازي تعليمات صارمة على مستوى مصالح الضمان الاجتماعي لقيادة زيارات فجائية بغية كشف زيف العطل المرضية التي يستصدرها الموظفون والعمال التي تكبد الخزينة خسائر بخمس ملايير سنويا. المحور تقول بوضياف يدعو إلى سن قانون للمصابين بالتوحد للالتحاق بمدارس خاصة، وين دعا وزير الصحة وإصلاح المستشفيات عبد الملك بوضياف إلى سن قانون يسمح للأطفال المصابين بالتوحد بالدراسة في مدارس خاصة بهم، مشيرا إلى وجود 17 مركز على المستوى الوطني 6 منها فقط مؤهلة. الحوار تقول عودة القروض الحسنة تربك مشايخ الدين، وانقسم الأئمة ورجال الدين بين مؤيد ومعارض من قرار الحكومة الرامي لإعادة بعث ما يسمى بالقرض الحسن ورفع قيمته إلى 100 مليون سنتيم، حيث اعتبر بعضهم ذلك غير جائز شرعا فيما يرى البعض الآخر أنه جائز. إلى الوطن تقول 21 منتخبا معنيا بالرخص 21 منتجا معنيا بالرخص الاستيراد رقابة صارمة، وأصدرت وزارة التجارة قائمة المنتجات الخاضعة لرخص الاستيراد والتي ضمت 21 منتجا حسب بيان الوزارة، وهو بذلك يمثل عدد المنتجات نفسها التي ضمنتها قائمة سنة 2016. الإكسبريسيون تقول أشغال خط السكك الحديدية بين العاصمة وتيزي وزو تسير بوتيرة عالية بعد التجارب التقنية
للخط الجديد لسك الحديدي الرابط بين الجزائر العاصمة وتيزي وزو تحسبا لانطلاق تشغيله الفعلي، وينتظر أن يقوم وزير النقل بجمعة طلعي اليوم بافتتاح هذا الخط. مشاهدينا